Bang. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حابب اشرح جزئية بسيطة جدا عن ازاي انا حليت في امتحان الميد تيرم في الاسئلة اللي كانت متعلقة بالباينومال ديستريبيوشن. طبعا انا محلتش خالص بالقوانين اللي الدكتور اداها، انا كنت حليت بالقانون ده، قانون انا خدته في السنة. القانون ده بيقول ايه؟ هو نفس اللي الدكتور اداه، الفرق ان الدكتور كان بيدي بيخليك ترسم الكيرف وبيخليك تحول من اكس لزد عشان توصل في الاخر للقيم اللي هي 1 و2 و3 وسالب 1 وسالب 2 وسالب 3. اشرح ببساطة جدا وبسرعة الفكرة دي ايه هي، وهو نفس الكلام وفكرة برضو انا ليه بستخدم جدول الزد. كل ده عشان لازم تكون فاهمين الكلام ده، وهي طريقة سريعة جدا للتأكد او ما حد يحب يحل اختيارات. سؤال اختيارات عايز تحله بسرعة هتحله بالقانون ده او بالطريقة دي، اسهل بكتير. اول حاجة، انا عندي الكيرف متقسم لاربع مساحات، المساحة اللي على اليمين بتساوي المساحة اللي على الشمال. طبعا انتوا عارفين الخط اللي في النص ده كده عبارة عن الميو، تمام؟ لو انتوا واخدين بالكم الخط ده كده عبارة عن الميو اللي هو المتوسط. هنا لو انا رحت موجب سيجما، لو تلاحظوا كده شايفين هنا كده، لو انا رحت موجب او سالب سيجما، لو انا رحت موجب سيجما تبقى عندي 34 المساحة تحت الكيرف. لو رحت موجب واحد سيجما تاني زي ما شايفين كده هتبقى عندي المساحة 13.5. لو رحت موجب واحد سيجما تاني هتبقى المساحة عندي 2. لو كملت واحدة كمان يبقى أنا كده كملت لحد النص، اللي هو خلاص أنا كده كملت 50%. لو تلاحظ 34 و13.5 و2 و2.5 2.5 و13.5 15 و34 اللي هي 48.5 في ال، فبالتالي 48.5 هنا و48.5 تساوي 99%. فبالتالي انا بقدر احسب بسرعه. بمعنى ايه؟ بمعنى انا لو عندي الميو تمام، وعندي طبعا السيجما كان بيديهاني في المساله وانا كنت بطلعها اللي هي الستاندرد ديفيجن، تمام، اللي هو الانحراف المعياري بمعنى اصح. فبالتالي يبقى انا لو جمعت الانحراف المعياري على المتوسط هيديني 34 تحت الكيرف، ولو جمعته مره كمان هيديني 13.5، لو جمعته مره ثالثه هيزيد عندي 2% تحت الكيرف مساحه، لو جمعته مره رابعه هيزيد عندي 0.5% تحت الكيرف مساحه. في نفس الكلام برضو لو نقصت انحراف المعياري من المتوسط مرة واحدة هيكون عندي برضو 34، نقصته مرة كمان هيكون عندي 13.5، نقصته مرة كمان هيكون عندي 2، نقصته مرة كمان هيكون عندي 0.5. طبعا الطريقة دي كانت بتخليني احل بسرعة جدا، بمعنى ان انا بروح راسم تمام، كان بيقول لي، كان بيديني مثلا معطى المتوسط اللي هو الميو عندي او الاكس بار، فكنت برسمه هنا في النص، وفي نفس الوقت كان بيديني الستاندرد ديفيجن اللي هو الانحراف المعياري، فكنت بنقص على طول واحد او ازود واحد على حسب المساله كانت عايزه ايه او المثال بيتعامل ازاي. لكن فكره الدكتور وفكره جدول الزد ايه هي؟ اللي انا كنت بحاول من اكس لزد، فبالتالي انا بخلي القيم عندي صفر، او بخلي قيمه السيجما بمعنى اصح اللي هي الستاندرد ديفيجن بواحد. فبالتالي انا بجمع واحد، فالصفر زائد واحد بيديني واحد، بجمع واحد بيديني اتنين، بجمع واحد بيديني ثلاثه، او بطرح واحد فبيديني سالب واحد سالب اتنين سالب ثلاثه. وبالتالي انا ببدا اتعامل مع القيم. لو تلاحظوا كان بيجي يديك مثلا كده خط هنا ويقول لك دي كده القيمه المزاده تحت الكيرف اللي هي بتساوي كام، بتساوي 2.5، فعايز منك القيمه دي تساوي كام. فبالتالي بتخش تقول كل العدد ده كده، لان جدول الزد بيكون اتجاهه من الشمال لليمين، فبتكون كل المساحه تحت الكيرف اللي عدت دي بتساوي كام، بتساوي 2.5 ناقص 100% فبتساوي 97.5. فبالتالي بتروح تدور الجدول على 97 وتشوف القيمة المقابل ليها ايه. هنا تقدر تعرفها بسرعة، هتعرف اللي هي 2 او رقم يقترب للاتنين. فبالتالي كان بيكون 1.96% اللي هو الرقم اللي يقترب من الاتنين، وهكذا. فده دي طريقة حبيت بس اقولها لكم مبدئيا كده تسرع الحل معاكم لو انتم حابين. طبعا نقرأ بس الكلام ده سريعا. بيقول يتصف التوزيع الطبيعي الذي متوسطه ميو وانحرافه المعياري سيجما بالخصائص الآتية: يقع 68% من البيانات ضمن الفترة ميو ناقص سيجما وميو زائد سيجما، اللي هي كده، لو أنا هذا كده ميو زائد سيجما وده كده ميو ناقص سيجما، 34 و34 بيساوي 68. طبعا الأرقام دي ثابتة. الغريب اللي هو ما كانش بيقولها في المحاضرة أو هو ما اشتغلش بالطريقة دي، طبعا انا مش عارف ليه، ولكن كتب كتير جدا ومراجع والاحصاء بتتاخد في هندسه مثلا وفي حاسبات والكلام ده بنفس الطريقه دي.
ولكن عادي يعني، هي كده كده هو مش غلط، هو بيتعامل بالطريقة الأدق، ولكن دي للطريقة السريعة. نكمل. يقع 95% تقريبا من البيانات ضمن الفترة ميو ناقص 2 سيجما وميو زائد 2 سيجما. أنا هنا قلت جمعت 1 سيجما، لو جمعت سيجما تاني يبقى كده جمعت 2 سيجما زي ما انتوا شايفين كده. فهنا هتبقى 95%، لأن أنا عندي 13.5 وتلاتاشر ونص زائد 68 هيساوي عندي 95%. فبيقولوا هذا يعني أن الغالبية العظمى من البيانات 95% لا تتجاوز بعدها عن متوسط ضعف قيمة الانحراف المعياري، زي ما انتم ملاحظين 2 سيجما، فده ضعف قيمة الانحراف المعياري. آخر حاجة بيقول يقع 99% تقريبا من البيانات ضمن الفترة ميو ناقص 3 سيجما وميو زائد 3 سيجما. يعني أنا لو جمعت كده 3 سيجما وهنا كده نقصت 3 سيجما، ده كده يديني 99% تحت الكيرف. فده كده 99% من البيانات تقريبا تقع ما بين، مش هتتعدى ال 3 سيجما. فهو بيقول يعني أن جميع البيانات تقريبا 99% لا تتجاوز بعدها عن المتوسط 3 أمثال من الانحراف المعياري. أتمنى أكون فدتكم بالفيديو البسيط ده، وده يخلي الحل أسرع معاكم، ودي الطريقة اللي أنا كنت بحل بيها بشكل عام يعني. We'll be right back.